افتتحت الجمعية العمانية للفنون بمحافظة مسقط المعرض العماني البحريني للفنون التشكيلية في نسختها الثالثة الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع جمعية الصداقة العمانية البحرينية وسفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان. ويهدف هذا الحدث الفني الى تعزيز اواصر العلاقات الثنائيه وترسيخ مفهوم التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين بتنوع الاعمال الفنيه حيث قدم الفنانون العمانيون ابداعات في مجال النحت باستخدام مواد متنوعه كالخشب والرخام والحديد بينما تميزت مشاركه الفنانين البحرينيين باللوحات الفنيه والتصوير الفوتوغرافي هذا واشار سعاده الدكتور جمعه بن احمد الكعبي سفير مملكه البحرين لدى سلطنه عمان الى ان المعرض بات تظاهره ثقافيه سنويه وقيمه مضافه لثقافتي وتاريخ البلدين الشقيقين، حيث يعكس حجم العلاقات العمانيه البحرينيه التاريخيه المتجذره بما يضمه من مشاركات متنوعه لفنانين عمانيين وبحرينيين من اصحاب التجارب الثريه.